السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد مع أبو يوسف للوصفات الطبية، وبإذن الله لا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وموضوع حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى عن موضوع إزاي لما تيجي تنزع الكلام ده للنساء فقط، تمام؟ طريقة نزع شعر الإبط بالطريقة الصحيحة، ونصيحة لكل امرأة تركز معايا، نصيحة لكل امرأة أو لزوجتك أو لكل من يهمك أمرها. هنعمل إيه؟ عندما تكون بنزع شعر الإبط والتخلص منه بأي طريقة تستخدميها، مثل النتف أو الحلق، وفقا لطريقتك التي تفضلينها، عليك بعد التخلص من نزع الشعر بالتنظيف بالماء فقط. يعني حاولي إنك تنظفي بعد نزع الشعر بإيه؟ بالماء فقط، دون أي إضافة مثل الروائح أو الصابون، ولكن الاكتفاء بالماء فقط لمدة يوم كاملا على الأقل. ليه؟ السبب إن بعد نزع الشعر تتوسع مسام الجلد تحت الإبط، وعند استعمال الروائح أو أي شيء به مواد كيميائية تخترق المسام وتتخزن في العقد الليمفاوية والأوعية تحت الجلد، تحت الجلد، ثم تتجمع وتتنقل ناحية الثدي بسبب المسامات طبعا اتوسعت، تمام؟ مما تسبب في وجود سرطان والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم، في الثدي، تمام؟ فإذا كنت ترغبين في وضع رائحة تحت الإبط، عليك الانتظار بعد يوم كامل بحيث إن المسامات اللي تحت الإبط تتغلق، تمام؟ بعد يوم كامل تتغلق المسام ويصبح الجلد مغلقا، تمام؟ طبعا ولو عاوزين وصفة مهمة بالنسبة لطريقة إزالة شعر الإبط، في طريقة وصفة أيضا فعالة وممتازة جدا. إيه هي؟ هنروح عند أقرب عطار، والعطار ده هنجيب منه إيه؟ زيت السعد. طيب لو اللي عنده أرض وبيشتغل في الأرض فيه السعد اللي هو مغلي السعد، لو ما لقيتش مغلي السعد جيب من عند أي عطار زيت السعد. طيب إزاي تشيل أو تنتف شعر الإبط؟ طبعا المفروض الكلام ده لأي بنت وجنة أو امرأة بعد سويت أو بالطريقة اللي انت بتفضليها، يا ريت قبل ما تستخدمي عشان ما يقلمش تحت الإبط، إن حطيت بودرة أطفال قبل استخدام أي نوع سواء شفرات أو سويت أو أي شيء قبل إزالة الشعر. لو حطيت أي بودرة وعملتي سواء بالسويت بعد نزع الشعر مباشرة، حاولي انك تحطي زيت السعد. ده بيوقف نمو الشعر وبيساعد جدا جدا جدا، يعني بيخلي الشعر يتأخر مرة بمرة بمرة، بإذن الله الشعر مش هيطلع. ايه نعم، تمام. اتمنى من كل احبابي، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، ولا تنسوا الاشتراك في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.